بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا والحمد لله على ذلك. سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحياته هي أكبر دليل على أنه كان أعظم مربي وأعظم معلم عرفوا تاريخ الإنسانية. ويشهد بهذا العدو قبل الصديق. سيدنا عليه الصلاة والسلام ما خلاش خير إلا ودلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه، فكان معلم ومربي في نفس الوقت، وكان قريب بارشة من صحابته، معايشهم ويعرف أحوالهم ويعرف ميزة كل واحد فيهم، فكان من أسلوبه في التربية إنه يستغل كل موقف أو حدث يصير باش يعلمهم ويربيهم ويقربنهم الفكرة لأذهانهم، ويستعمل في كل مرة طريقة جديدة في تربيته لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وما اقتصرش عليه الصلاة والسلام على مكان واحد محدود أو مناسبة معينة في تعليمه للناس، لا، كان صلوات الله وسلامه عليه يستفتى وهو ماشي في الطريق فيفتي، ويتسأل في كل المناسبات ويجاوب، ويبلغ الأحكام في كل فرصة يلقاها بأسلوب يعلق قلوبهم بربي ويخليهم مستشعرين لمراقبته ليهم، مر بالمثال ومر بالحجة العقلية ومر بقصة من التاريخ وهكذا. كما كانت عندهم أوقات معينة ومحددة للتعلم والتلقي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: إنما كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. معناها كان يحاول يخفف عليهم وينوع لهم في أساليب التعليم والدعوة باش يقعدوا ديما متشوقين وما يملوش ويكونوا حاضرين باش يتقبلوا منه صلوات الله عليه. ومن أهم ذاته في التعليم أنه كان يكلم كل واحد ويجاوبه ويفهمه على حسب حالته واستيعابه وقوة إيمانه، وكان يوصي الصحابة ويقول لهم: خاطب الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان صلوات الله عليه إذا تكلم تكلم بلغة واضحة يفهموه بها الناس الكل. تقول السيدة عائشة في هالسياق: كان إذا تكلم تكلم فصلا يبينه فيحفظه منه من سمعه. وتقول زادة: وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه. كان كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم: يفرغنا ثم يملينا، يفرغهم من العادات الخايبة متاع الجاهلية وحب الدنيا ويملأ قلوبهم محبة ربي والإيمان الصادق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وكما نعرف أن التربية الحقيقية ما تكون كاملة إلا بوجود القدوة الحسنة، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل مثال وأعلى قدوة، وكان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان هو التطبيق الأكمل والمثال الواضح لكل قيمة يعلمها وكل خلق يغرسه. هكا كانت مدرسة سيدنا صلى الله عليه وسلم، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم اللي صنعت وخرجت رجال وقادة فتح العالم وغير التاريخ. خويا الغالي، أختي الغالية، علينا أن نقتدي بهذه المدرسة المحمدية ليحق فينا قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يا ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا هداة مهتدين متقين، يا قوي ويا متين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش توصلك موعظة كل يوم من عند الشيخ بلال بن محمود، أبعث SMS فيه كلمة موعظة على الرقم 853-53 853-53. تيليشارجي لابليكاسيون ميديا SMS من بلاي ستور، تلقى فيها لي سيرفيس نتاعنا وبرشا اوبسيونات اخرين كيما حماية معطيات الشخصية وسبيتش تو تيكس باللغات الكل حتى بالدرجة، تربحك برشا وقت في الكتيبة. لابليكاسيون ميديا SMS 100% تونسية، متيليشارجينها في اكثر من 180 دولة. معليك كان تكتب ميديا SMS من غير اسباس في بلاي ستور، لابليكاسيون متوفرة ب 15 لغة.
للاستماع للحوارات الحصرية مع أهم الشخصيات الوطنية ولمتابعة آخر الأخبار السياسية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منها والعالمية، اتصل بالموزع الصوتي على الرقم 88 40 20 20. أعيد 88 40 20 20. باش تتفرج في الحوار هذا ابعث SMS فيه كلمة نيوز على الرقم 853 53 53 53.